الله يبارك فيك. مثلا الصلح اللي يجري بين القبائل، اذا كان في رجلان متشاغرة ثم حاولت الحكومة تتبع عليهم فاخفيت انا طريقتهم اصلحت بينهم بشان يستمر الشغار بينهم، هل ايش حكم هذا؟ وش الشغار؟ كل ما يعطون الاخر شغار بالنكاح. هذا ما هو صلح، هذا معناه إزالة الشغار. إذا تزود شغار هذا لا يجوز. أصلح بينهم مشان لا تطلع الحكومة عليهم. والواجب على كل واحد منهم أن يغير النكاح بنكاح شرعي. فإذا تسبب إنسان يرشدهم ويعلمهم حتى يغيروا النكاح الباطل بنكاح شرعي جزاه الله خير. هذا لا ما غير، يستمر بنفسه يستمر على عادتهم القديمة. لا هذا قد أعانه على الباطل، يكون ظالما. هذا يكون قد أعانه على الباطل. اما الذي يعينهم على الخير بان ينصحهم يقول غيروا تزوجها بعقد شرعي من دون اشتراط المراه الثانيه، والا طلقها اذا كذا تريدك، هذا نعم قد احسن. اما انه يقول لا يخفي امرهم، يقول لا ما صار شيء حتى يبقوا على الباطل، هذا عانى عليه في العدوان.